بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبنائي الطلبة، سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان مبرهنة القيم المتوسط وتطبيقاتها، يعني تطبيقاتها. ما يهمنا أبنائي هو هذا السؤال، اللي هو يعني إيجاد حصرا للعدد ألفا إلى سعة 10 قوى ناقص 2. إذن لننطلق على بركة الله. قال: نعتبر دالة F المعرف على المجال، لاحظوا، من 1 إلى 3 فقط بالعبارة التالية. قال: احسب F فتحة. إذن نقول حساب F فتحة لـ X. أولا نقول الدالة F كيف هي؟ تقبل الاشتقاق على ماذا؟ على المجال هو من 1 إلى 3، لأنها دالة كثير حدود. دالة كثير الحدود دائما هي مستمرة وتقبل الاشتقاق على مجال تعريفها. إذن فإن ماذا نقول؟ فإن F فتحة لإكس تصبح تساوي، ماذا تقول القاعدة؟ أنه هذا العدد ينزل إلى هنا، تصبح لنا 3 وتنقص درجة، بعدما كانت قوة 3 تصبح لنا قوة 2، ثم زائد 3، لاحظوا جيدا، هذا ينزل إلى هنا، تصبح لنا ناقص، ليس الزائد، نقول ناقص 10 إكس، ثم هذا 3 إكس يبقى لنا إلا 3. مشتق عدد في إكس يبقى العدد، ومشتق الأربعة بما أنه أعزب يذهب إلى الصفر. هذا فيما يخص المشتقة، ها هو أمامكم. الآن إشارة المشتقة، نأتي الآن أبنائي إلى إشارة المشتقة. إذا نقول إشارة F فتحة لإكس، هنا ها هي عبارة الـ A فتحة مباشرة، بما أنها عبارة من الدرجة الثانية يا أبنائي، معناه مباشرة نحسب المميز الذي هو ب مربع ناقص 4 في أ في سي، يصبح لنا دالتا يساوي لنا الب هو العدد المضروب في الإكس، يصبح لنا 100 ناقص 4 في الأ اللي هو 3 في السي اللي هو كم؟ اللي هو 3 بهذه البساطة، فأصبح لنا دالتا تساوي لنا 100 ناقص هذا في هذا 9، تصبح لنا ناقص 36 وتساوي لنا 64. جذر دالتا، يعني جذر دالتا هذا يصبح كم؟ يصبح لنا 8. إذا العبارة تصبح لها جذران، إذا سمينا الجذر الأول إكس واحد يساوي لنا ناقص بي، البي ها هو أمامكم، تصبح لنا 10، لأن ناقص ناقص تصبح لنا 10، ناقص جذر دالتا على 2 أ، يعني الأ هو العدد المضروب في الإكس مربع، تصبح لنا على 6. تصبح لنا إكس واحد يساوي لنا كم؟ يصبح يساوي لنا 2 على 3، عفوا 2 على 6 ويساوي لنا ثلث. العدد أو الجذر الثاني يصبح لنا ناقص ب اللي هو 10 زائد جذر دالتا على 2، يصبح لنا كم؟ لاحظوا جيدا أبنائي، يصبح لنا 18 على 6 اللي هي 3. إذا الجذران هما ماذا؟ هما الثلث والثلاثة. إذا قلت هما الثلث اللي هو 0.33 والثلاثة. نأتي الآن إلى جدول الإشارة، لكن علينا أن نحترم ماذا؟ مجموعة التعريف. لاحظوا جيدا، قبل أن نتحدث عن الإف نأتي الآن يا أبنائي لنلاحظ بعض الأشياء، تابعوا جيدا. إذا أولا نأتي نقول هنا إكس، أولا ننطلق من ناقص ما لديها إلى زي ما، ثم أوضح لكم شيئا معين. عندنا اللي هي 3 إكس مربع ناقص 10 إكس، عفوا نكتبها إذا تابعوا جيدا، نكتبها هنا ثم نقوم بتصغير إليها. لاحظوا جيدا، سوف نقوم بنسخها أفضل حتى يمكن التحكم فيها، هكذا، ونأتي ونجعلها مثل ما ترون هنا. إذا هذا ماذا؟ هذه المشتقة. أين تنعدم؟ قلنا تنعدم عند الثلث، وعند ماذا؟ وعند الثلاثة. ركزوا هكذا، هنا نقول نفس خارج مجال الجذرين، والداخل نقول عكس، لكن نحن ماذا نملك؟ مجموعة التعريف من 1 إلى 3، من 1 لـ1 يكون أين يكون؟ يكون في هذا المكان،
يعني لو نزل هكذا ونزل، لاحظوا الدالة من هنا إلى هنا كيف تكون؟ تكون كيف هي؟ متناقصة. معناه جدول إشارة للمشتقة سوف يكون يا أبنائي بهذه الطريقة، تابعوا جيدا. قلنا جدول الإشارة ما زال بعد جدول التغيرات، انظروا جيدا، هكذا ثم هكذا. إذن نكتب هنا إكس الواحد والثلاثة، عندنا هنا إف فتحة لإكس، قلنا كيف هي؟ قلنا أنها متناقصة، لماذا؟ لأن المجال الذي تلعب من هنا إلى هنا تكون متناقصة، لكن المجال تعرفون هنا من هنا إلى هنا، يعني نكفينا إلا هذا المكان. إذن ماذا نقول؟ نقول الدالة، نتابع، نقول الدالة إف متناقصة تماما على ماذا؟ على المجال من واحد إلى ثلاثة. بعد ما تم ذلك سوف نأتي الآن إلى قال وثم شكل جدول تغيرات. إذن سوف نأتي أبنائي إلى تشكيل جدول تغيرات. إذن نكتب هنا كعنوان، لاحظوا، نقول جدول تغيرات الدالة F على المجال ماذا؟ من واحد إلى ثلاثة بهذه البساطة. إذن هنا نقوم برسم جدول، نتابع، ها هو الجدول، لاحظوا نريد أن نتعلم كل شيء مع بعض، هكذا نرسم أمامكم جدول يا أبنائي حتى تتعلموا بأم أعينكم هذه الأشياء، تابعوا جيدا. إذن وهنا هكذا ثم ننطلق، هنا نكتب إكس مجموعة التعريف من واحد قال إلى الثلاثة فقط، وهنا عندنا الاف فتحة لإكس، قلناها إنها متناقصة الدالة، وهنا عندنا مجال صور اللي هو اف لإكس، ثم هكذا. ما علينا الآن إلا حساب الصور، تعالوا نأتي بعبارة الدالة، ها هي أمامكم، انظروا جيدا أبنائي، ها هي عبارة الدالة. سوف نحسب F لواحد و F لثلاثة، إذا نعوض هنا بواحد وهنا بواحد وهنا بواحد، فماذا نتحصل؟ نتحصل على F لواحد، إذا قلنا هنا بواحد تصبح لنا واحد ناقص خمسة زائد ثلاثة زائد أربعة، هذا مع هذا كم؟ تصبح لنا سبعة، والواحد ثمانية ناقص، لاحظوا ثمانية ناقص خمسة تساوينا ثلاثة، إذن هنا تعطينا ثلاثة، عفوا تعطينا هنا، عفوا عفوا تعطينا هنا الثلاثة. نأتي الآن أبنائي إلى لنعوض بالثلاثة، إذن فتصبح لنا ماذا؟ تساوي لنا إف لثلاثة، تصبح لنا ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة سبعة وعشرون، ناقص تسعة في خمسة اللي هو خمسة وأربعون، لأن هنا تصبح لنا تسعة، زائد تسعة لأن ثلاثة في ثلاثة زائد أربعة، تصبح لنا هنا كم؟ لاحظوا تصبح لنا هذه ستة وثلاثون، والأربعة تصبح لنا كم؟ تصبح لنا أربعون ناقص خمسة وأربعون تساوينا ناقص خمسة، إذا نكتب هنا ناقص خمسة. ها هو جدول تغيرات قد امتلئ يا أبنائي بهذه البساطة. نأتي بعدها أبنائي إلى السؤال الذي بعده، قال بين أن المعادلة F لX تساوي صفر تقبل حلا وحيدا ألفا في المجال من واحد إلى اثنان، يعني إذا قلنا هنا الاثنان، ها هي الاثنان هنا، ليس من واحد إلى الثلاثة، قال من واحد إلى اثنان. إذن أولا نقول البرهان، كان نكتبه كعنوان، البرهان أن المعادلة F لإكس تساوي الصفر تقبل حلا وحيدا ألفا، حيث هذا الألفا قال محصور ما بين الواحد والاثنان. ماذا تقول القاعدة؟ نقول بما أن هنا أكيد نظرت قيم متوسطة، بما أن الدالة F كيف هي؟ معرفة ومستمرة، وكذلك وكيف كذلك، لاحظوا جيدا من هنا إلى من هذا المجال إلى هذا المجال كيف هي؟ إذن مستمرة ومعرفة
وماذا؟ ومتناقصة تماما، متناقصة تماما، لأن هذه كلمة تمام متناقصة تماما أو متزايدة تماما نقضي بها على هذا المشكل حلا وحيد. إذن متناقصة تماما على المجال، المجال الذي نحتاجه هو من الواحد إلى الاثنان، تكفينا نظرة قيمة متوسطة على ذلك المجال الذي تحدث. وماذا؟ وآف لمن؟ وآف لواحد وجدناه كم؟ الثلاثة. انظروا جيدا أعلمكم شيء، هنا من واحد إلى اثنان، لو تنتقل من هذا المكان إلى هذا المكان، أولا يجب علينا أن نحسب آف لاثنان، آف لاثنان نعوض هنا، تصبح لنا كم؟ ثمانية ناقص كم؟ ناقص عشرون زائد ستة زائد أربعة، يعني في مكان الإكس عوضه بالاثنان، لم أفعل شيء، تصبح لنا كم؟ تصبح لنا هذا مع هذا عشرة مع هذا ثمانية عشر، ثمانية عشر ناقص كم؟ ناقص عشرون تساوينا ناقص اثنان، تصبح كم؟ ناقص اثنان. إذا نقول إذا آف لثلاثة، آف لواحد أعطت ثلاثة، وآف لاثنان أعطت لنا ناقص اثنان، يعني في هذا المكان يوجد لنا ناقص اثنان. انظروا جيدا أبنائي، لو ننتقل من هذا المكان إلى هذا المكان، ماذا نجد في طريقنا؟ نجد الصفر، هي آف لإكس تساوي الصفر. نقول من هذا وهذا، نقول وبما أن الصفر ينتمي إلى المجال، ما هو؟ من الناقص اثنان إلى ماذا؟ إلى الثلاثة، أكرر، يعني ينتمي إلى صور المجال، ها هم صور المجال اللي هو الواحد والاثنان، يعني ينتمي إلى آف لواحد وآف لاثنان، ها هو يعني ينتمي من ناقص اثنان إلى الثلاثة، هذا لي تقول من ثلاثة إلى ناقص اثنان، لأن المجال ينطلق من الأصغر إلى الأكبر. إذن نقول هنا حسب مبرهنة دائما، يعني أنصحكم يا أبنائي أو أوصيكم أن دائما لما تقول المعادلة آف لإكس يساوي صفر، يجب أن تجدوا صور المجال واحد سالب والآخر موجب بكل بساطة، حتى ولو كانت عند واحد عند النقص من والآخر عند الزائد من النهاية، تجدون النهاية مثلا هذه نقص من وهذه زائد من، يوجد صفر بينهما للانتقال من واحد تلو الآخر، يعني حتى تجدها في الحالة العامة. إذا حسب مبرهنة القيم، القيم المتوسطة، المتوسطة، فإن المعادلة f لx تساوي صفر تقبل حلا وحيدا. لماذا أضفنا واحد؟ متناقصة، رتيبة معناه، تناقصة تقبل حلا وحيدا، ألفا حيث ألفا هذا محصور مثل ما قيل، محصور ما بين الاثنان والواحد، يعني هذا كتبنا على شكل متباين حتى تفهموا الكتابة، مجرد كتابة فقط. ها قد الآن أجبنا على هذا السؤال، ودائما التفسير البياني لهذه حل هذه المعادلة اللي هو f لx يساوي صفر هو تقاطع cf مع x x فتحة، دائما f لx يساوي صفر التفسير البياني هو تقاطع المنحني مع محور الفواصل بهذه البساطة. نأتي الآن أبنائي إلى السؤال الأخير الذي هو هدفنا في هذا الفيديو بالطريقة بالدرجة الأولى باستعمال حاسبة. أوجد حصرا للعدد ألفا سعته 10 قوى ناقص 2، معناه هذه 10 قوى ناقص 2 اللي هي 0.01، يعني عددان وراء الفاصلة. نحن قيل أن ألفا محصور قلنا ما بين الاثنان، لاحظوا الاثنان والواحد، بما أن يعني الاثنان والواحد عددان متقاربا إلى بعضهما البعض، فيمكن أن نستعمل هنا طريقة نسمى طريقة المسح. سوف ندقق كيف يمكننا أن نتعلم طريقة المسح. لاحظوا جيدا أبنائي ماذا تقول القاعدة، تقول بما أن 10 قوى ناقص 2 يساوي 0.01، إذا نتبع طريقة المسح على المجال من 1 إلى 2، لكن الخطوة بخطوة ماذا؟ بخطوة 0.01، يعني 0.01، لكن نتابع نقطة نقطة أبنائي، تابعوا أرجوكم. إذا نتبع أولا طريقة المسح من 1 إلى 2 بخطوة ماذا؟ بخطوة 0.1. كيف؟ نحن نعلم أن من انتقال من الواحد إلى الاثنان نمر على ماذا؟ على لاحظوا إذا كتبنا الواحد هنا 1.0
ثم 1.1 ثم 1.2 ثم 1.3 ثم 1.4 ثم 1.5 ثم 1.6 تابعوا ثم 1.7 ثم 1.8 ثم 1.9 ثم 2. سوف أريكم هذا الأمر نقطة نقطة أبنائي، تابعوا. هنا ماذا تقول القاعدة؟ هل نقوم بكل هذه الحسابات أم نتوقف عند منطقة معينة؟ ركزوا، أفلي واحد، يعني نعوض هنا بواحد وهنا بواحد وهنا بواحد وهنا بواحد، أكيد وجدناها بكل بساطة هي 3. ثم أفلي 2 حسبت من قبل، وجدناها كم؟ ناقص 2. لا تهم، تقول القاعدة نحسب هذا ثم هذا، كيف نعوض؟ هنا بواحد فاصل واحد وهنا واحد فاصل واحد وهنا واحد فاصل واحد وهنا واحد فاصل واحد ونعوض، ثم نعوض بواحد فاصل اثنان ثم 1.3 ثم 1.4. إذا وجدنا، ركزوا سوف أفسر، إذا وجدنا صورة مثلا هذا وجدناه موجب وهذا مثلا وجدناه موجب وهذا وجدناه موجب وهذا وجدناه موجب وهذا وجدناه، هنا نتوقف لا تكملوا منا، لأن هذه كلهم يبقوا، يعني سوف يبقوا سالبة. إذن ونحن قلنا يجب أن يكون الصفر هو الفاصل بين الموجب والسالب، إذن هنا نتوقف مباشرة ونقر على أنه محصور ما بين 1.4 و 1.5. هكذا حتى تعلموا أبنائي، لا يمكن أن تكملوا الحساب حتى الفوق. إذا وجدتم واحد سالب والآخر موجب توقفوا، تعالوا ننطلق. إذن آف لي واحد قلنا هو 3، نعوض في الدالة، ثم آف لي 1.1 قلنا هو 2.508، يعني ما زال موجب. ثم الآن هنا 1.2، يقول أحدكم أين تعوض؟ نعوض هنا 1.2 ونعوض هنا وهنا وهنا، ما زال موجب. إذن نكمل مسير، 1.3 ما زال موجب، 1.4 ما زال موجب، يعني 1.144، 1.5 ما زال موجب، 1.6 ما زال موجب، ما زال نقر ذلك، واحد لاحظوا واحد انظروا جيدا 1.7 أصبح سالب. إذن تصبح الألفا محصورة ما بين هذا وهذا، ليس اف لا، اذا وجدنا قلنا صوره موجبه والاخرى سالبه، فان الالفا محصور بين 1.6 و 1.7، ليس بين الصور، لان هنا كانما نبحث عن الالفا هنا لا بالداخل. اذا فنقر هنا على ماذا؟ نقر على ان الفا اصبح محصور ما بين 1.7 و1.6، هذه الخطوة الأولى، يعني عدد وراء الفاصلة، انظروا، ولكن نحن قلنا 0.01، يعني عددان وراء الفاصلة. إذا هنا كذلك يا ابني تتم العملية، انظروا 1.6 وهنا ونقول وهنا 1.7. للانتقال ماذا نقول؟ نقول 1 فاصل ماذا؟ 1.6 ثم 1.61 1.62 ثم 1.63 إلى غاية 1.69. إذا هذا انتقلنا، يعني خطوة أخرى، يعني زدنا عددا وراء الفاصلة، بعدما كانت 1.6 أصبحت 1.61 62 63 إلى غاية 69، وبنفس الخطة الآن نعوض ب 1.61، هنا 1.61 وننطلق بنفس الخطة، تابعوا جيدا لكي نقضي على هذا المشكل. إذا أولا تحدثنا على هذا الأمر، تابعوا جيدا أبنائي. إذا نقول نلاحظ أن ماذا؟ أن العدد صفر محصور كما قلت ما بين اف، لاحظوا جيدا، يعني العدد صفر محصور ما بين السالب والموجب، يعني 0.096 وناقص 0.437. إذا نقول أن الألفا أصبح محصورا يا أبنائي، انظروا، ما بين 1.6 و 1.7. إذا نأتي الآن إلى الأمر الثاني، كذلك الخطوة الثانية اللي قلنا هي تصبح لنا، قلنا ما بين الآن لنصل إلى 0.01 الأولى 0.1 والثانية الخطوة الثانية هي 0.01. إذا ما علينا، قلنا أن ننتقل بالحساب من 1.6 إلى 1.7، من 1.61 62 63 64 65 حتى 69. نتابع جيدا بالحساب، قال نتبع الآن طريقة المسح
إذن ها هي اللي هي 0.01، يعني عددان وراء الفاصلة. أولا ننطلق ب 1.61، انظروا 1.60 أعطي لنا، ها هو 1.60 نتيجته. الآن 1.61 موجب، 1.62 سالب صورته، نقصد الصورة هنا. بما أنه يعني هذا وهذا يوجد بينهما الصفر، فاعلموا أن الألفا محصور ما بين هذا وهذا، يعني نقول نقر مباشرة أن الألفا أصبحت محصورة ما بين 1.61 و 1.62. لو قال يا أستاذ وإذا قيل 10 قوة ناقص 3، هنا كذلك أبنائي نأتي إلى هذه وننطلق، نقول هكذا 1.61 ثم 1.6 هكذا 1.1 ثم 1.612، وننطلق إلى غاية ماذا؟ إلى غاية 1.62 هكذا و9 ثم 1.620. عفوا هنا 1.1، هنا 1 هكذا، يعني ننطلق كذلك من هنا إلى هنا ثم نعوض في الدالة. إذا وجدنا صورة سالبة وصورة موجبة نتوقف مثل ما توقفنا هنا، وهكذا نقر على أن الألفا أصبح محصور ما بين 1.61 و 1.62، معناه كم هنا يعني بعددين وراء الفاصلة. بهذه البساطة تعلمنا الآن طريقة الحصر، طريقة ماذا؟ المسح. كما يوجد لنا طريقة تقسيم المجالات، تقسيم مجالات هذه كذلك ماذا تقول؟ بما أن المجال أعطي من 1 إلى 2، تقول القاعدة علينا أن نجمع هذا وهذا اللي هو 1 زائد 2 على 2، معناه 1 زائد اللي يصبح لنا 3 على 2 اللي هي 1.5، ونحسب F ل1.5. إذا كان لاحظوا جيدا، نحن F ل1 نعلم أن وجدناه 3، و F ل2 وجدناه -2. إذا وجدنا هذه القيمة كيف هي؟ مثلا سالبة، سالبة، فنهرب لهذا ونأتي إلى هذا، فنقول نقره أنه محصور ما بين ماذا؟ إذا وجدنا هذه سالبة نقر على أنه أصبح محصور ما بين 1.5 و 1.5. ثم لكي نعيد مرة أخرى لنصل بالتقريب، نجمع هذا مع هذا ونقسم على 2، وهي موجودة على قناتنا في اليوتيوب في نظرية أو التنصيف، عنوان الفيديو هو التنصيف، اكتبوا هكذا التنصيف الأستاذ نور الدين، سوف تجدون كل الطرق، يعني طريقة المسح زائد طريقة ما نسميه طريقة التنصيف، يعني تقسيم المجالات. وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء، أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو. كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك، هي صفحة الأستاذ نور الدين، ويوجد منتدى الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.